السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة يا شباب جايب لكم معركة جديدة وقوية جدا ما بين رجل السماعات المطور الجديد ورجل المطرقة اللي هو من جيش رأس الكاميرا. اول حاجة يا شباب كده نصلي على النبي وننزل نعمل لايك للفيديو دوت، واكتبوا لي تحت في الكومنتات المعركة الجاية انتم عاوزينها تكون عبارة عن ايه يا شباب. دوت شباب على طلباتكم في اخر فيديو انا منزله، كتير قوي يا شباب منكم طلب معركة ما بين رجل السماعات المطور الجديد ورجل المطرقة سعيد دوت الشباب اللي واقف ماسك ده بتاع صور ده حضرتك ده ولا انت جايبه منين؟ ها الو انت شايفني؟ بقول لك ايه، ما تديني صوره 4 في 6 كده لو تكرمت يعني، ها لو سمحت يعني. وامتى يا عم انت؟ ايه ده، ايه الازاز الجديد ده يا جدعان؟ ده قوي جدا. بص شباب انا ابتدي الشباب المعركه ديت وانا واقف فوق السور ده. بس اول حاجه الشباب نعمل لايك كده الشباب، لان ديت المعركه البدايه يعني، لسه في بقى التقيل جاي، بقى لسه في الدمار الشامل يا شباب جاي. يلا يا شباب بينا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي يا شباب اول معركه. اوبا يلا اوبا يا شباب، بسرعه شباب انت مين هيكسب؟ اوبا يا عم اوبا يا عم، مش ممكن يا رجاله. ابدا، الراجل المطرقه كسب، الراجل المطرقه كسب. ايه ده، ده مات؟ هو ايه اللي بيفرقع هناك ده؟ ماشي، ما هنقول يا شباب رجل المطرقه كسب رجل السماعات. دلوقتي شباب معانا ناس كتير تاني، هنجرب بقى الرجل العملاق دوت يا شباب اللي معاه المسدس. بس دوت شباب لو نزل هيموتني، فاحنا هنوقف لعب وننزله. تمام، هنخليه يواجه مين؟ رجل السماعات المطور الجديد اللي هو دوت يا شباب. جاهز يا معلم ولا دوت من نفس فريقك ده شرير زيك؟ تعال كده شباب نشوف. ضد بعض، ضد بعض. بس ده ثبته، ده ثبته، ده طياره، اداله طلقتين، اداله طلقت، ده اداله 23000 طلقه. اوبا يلا شغال، ديب بيطخ، ديب بيطخ، ديب بيطخ، ده اتحشر، لازم نطلعه يا شباب، لازم نساعده، لازم نساعده. اوب اطلع اطلع، اعمل حاجه اعمل حاجه، هتموت. انا اللي مت. طب ليه كده بس؟ استنى، اما راح فين؟ طب ليه كده بس؟ ها انا عملت لك ايه؟ ده كسب يا اسطى، ده كسب. ماشي يلا بينا يا شباب نشوف معركة تانية جديدة. ايه ده، بص الشباب، بص الشباب ما بيني وبينكم، بص الشباب الحاجات دي، بس اوعوا تخافوا، ها اوعوا تخافوا. بص يا شباب، ازيك يا فريدي؟ عامل ايه يا فريدي؟ ولا شو ولا ايه ده؟ بصوا في بقى منه نسخة أقوى، في منه اللي بيجري، ده اللي بيختفي ده. بص ده ايه ده؟ ده اختفى، هو فين؟ هو فين؟ شباب هو فين؟ فريدي اظهر يا واد اظهر. لا لا لا، ده ايه الرعب ده؟ ولا اتشلى ولا اختفي اختفي. استنى، ممكن على فكره بينزف، وكل ما ينزف يموت. هو دلوقتي مختفي، بس يا شباب عرفنا ان هو بينزف. خد يا، هو فين؟ هو فين؟ اطلع. خد يا خد يا خد يا، موتني. انا اللي موتت نفسي شباب، انا اللي موتت نفسي يعني، الطلقه جت فيا يعني صابتني. بس يا جدعان ده مرعب قوي. بص في شخصيات كتير مرعبه، لو انتم عايزين لها فيديو يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، بس هيبقى فيديو مرعب قوي يعني، انا هخاف منه بصراحه. المهم يا شباب هنكمل النهارده شباب بقيه الشخصيات القويه بتاعتنا الجديده. هنجرب يا شباب دلوقتي الشخصيه بتاعت رجل السماعات بتاعنا العادي طبعا اللي احنا عارفينه، وهنجيبه ضد رجل السماعات الجديد المطور. المطور اهو شباب. بص شباب الفرق، بص شباب كفايه، بص الشباب البياده دي، ده رجل عسكري جدا يا شباب يعني، باين عليه. بص شباب قوي جدا، ده جاي من الجيش ودوت جاي من فرقه موسيقيه. ماشي شباب يلا شباب نبتدي المعركه ديت. شباب ابعد انا بس عشان ما يصطادونيش. 3 2 1 اكشن. هوبا بدات الحرب، وبدات ايه ده، ده الاثنين طلعوا من نفس التيم يا عم، طلعوا اخوات. بص بيحضنوا بعض ويبصوا بعض، تعالى مالناش دعوه بيهم، مالناش دعوه بيهم خالص. بس احنا يا شباب بقى ممكن نجيب مين؟ في واحد هنا تاني جبته احتياطي يعني عشان نعمل حسابنا. اهوت اهوت، ضد مين بقى؟ ضد حاربوا بعض؟ حاربوا بعض حاربوا بعض. شرير يا شرير. ايه ده، ده كسب، ده قوي جدا يا جماعه، ده قوي جدا يا جماعه. تمام يا شباب، دلوقتي شباب هنجرب فرقه جامده جدا ما بين ايه كامته دي، جامده جدا يا شباب ما بين رجل الاشارات. اشارات ايوه اهوت. تمام، معانا رجل السماعات. تمام، دي اقوى فرقه يا شباب كانت في اللعبه حرفيا، مع رجل التلفاز المعدل. ايوه حلو قوي كده. هيواجهوا مين بقى يا معلم؟ هيواجهوا رجل الاشاره، رجل السماعات الجديده. شباب ليتس جو بيبي، تعالى كده نشوف المعركه ديت. اوب اوب اوب، هيثبتوه، هيوقعوه، هيفرتكوه، هيدمروه. ده طيارات يا شباب، طيارات نفاسه يا شباب، طيارات والله، طيارات والله. اوف، هو قضى على 2، قضى على 3. ده قوي جدا، ده قوي جدا يا عم. انت مين يا ابني؟ انت
انت مين يا ابني؟ تعال هنا اتكلم مع عبده ماندو الكوماندو يا ابني. انت مين يا ابني؟ اجيب لك الملك بتاع عم رمضان ولا اخليها في اخر الحلقه عشان لما الناس تعمل لايك؟ اهم حاجه يا شباب تعملوا اللايك الجميل بتاعكم يا شباب. بص بقى يا معلم، ايه ده؟ في شخصيه جديده هنا. ده رجل المطرقه الجديد. ماشي، هننزل لك مين يا ابني؟ هننزل لك، خد يا ابني انت جرب الحرب معايا يا ابني. خد يا ابني رجل بتاع المعدل الجديد دوت، ورينا شطارتك ضده. اوبا يلا، اقوياء الاثنين اقوياء. جابوني انا. ماشي ماشي، انا المعركه شغاله، اهم حاجه مش هوقفها، شغال. اوبا رجل المطرقه دوت صد معايا يا شباب. رجل المطرقه ده الجديد برضو يعني، بس نسخه تانية. اوبا يلا، اوبا يلا، ده مين اللي كسب؟ برضه رجل السماعات الجديد المطور اللي كسب. انت ايه يا عم؟ قوتك جباره، قوتك جباره. استنى بس لما اجيب لك ملك عم رمضان اللي محدش بيقدر عليه نهائي في اللعبه ديت. ماشي يا عم، تعالى انت هنا كده. ايوه خليك انت واقف هنا كده. هجيب لك مين يعني؟ اجيب لك مين؟ اجيب لك مين؟ انا مش عارف. الست ام التلفاز، هي ست ام التلفاز اقوى واحده فيهم. هجيب لك منها اتنين يا عم، اتنين. ماشي، تعالى لي بقى، تعالى لي يا حبيب بابا. انزل يا معلم، يلا يا رجاله خلصوا لي عليها ستات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو شغال يضرب فيهم وبيطير وبيجري. لا خد يلا، ما تجريش يلا، بعيد يلا، انزل هنا. ده موتهم، ده موتهم اصلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيختفي؟ لا انا شلته يا عم، فالله خضني، فكرته كمان هو كمان بيختفي. ده قوي قوي يا جدعان. ايه يا عم ده؟ ده قوي 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 بجد يا شباب. الراجل ده قوي، الراجل دوت ما فيش اقوى منه لحد دلوقتي. انت جايب يا ابني القوه دي منين يا ابني؟ ايه يا ابني ده يا ابني؟ ايه القوه الجباره اللي فيك دي؟ ايه يا اخي؟ ايه يا اخي؟ جاي منين انت؟ جاي منين؟ طب ده صاحبك دوت. طب بقول لك ايه، ما تقدر، ما ينفعش تخلصنا عليه. المشكله ان هم زمايل واصحاب، بص مش هيتخانقوا مع بعض، صح؟ مش هيتخانقوا، ده نازل معاه في نفس القائمه، ما ينفعش يتخانقوا يا شباب. ماشي يا شباب، احنا هنجهز له بقى جيش ايه؟ عملاق يخلص عليه. منشتبي يضم الحمامات. ايوه يا شباب زي ما سمعتوا بكده، منشتبي يضم الحمامات الجداد. ماشي يا شباب، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل اشتبي يضم اللي هو القوي دوت يا شباب، اسمه ايه ده دوت؟ تسلا. بعد كده يا شباب هننزل له الساحر، بعد كده العسكري، وبعد كده مين تاني؟ مين تاني قوي في هنا؟ ابو ثلاث رؤوس القوي، انتوا عارفينه يا شباب. ده هو ابو منشار. ايوه فرتس اشتبي يضمات، بس يعني كلنا عارفين مين هيكسب يعني، بس ادينا بنجرب يعني، ادينا ايه بنجرب. هات له التيم ده عشان ده قوي شويه. بعد كده يا شباب هننزله. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل لايك يا حبيبي، اعمل لايك يا ضنايا. هو فين بس؟ انا بتحول وانا بدور عليه، والله بتحول. يلا يا شباب كده يا شباب نبتدي يا شباب اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. وبدات شباب الحرب وبدات العركه. ايه ده هو معاهم؟ شرير زيهم يا شباب. ماشي، اذا كان هو شرير، اذا كان هو شرير فده هو الطيب. انا جايب واحد طيب واحد شرير. خد يا معلم، خد يا معلم. اي جابوني انا مت. اي اي السلام عليكم، ازيك ما محروق؟ عاملها محروق. ماتوا؟ ماتوا، كله مات، كله مات. ايه ده؟ انا سامع صوت واحد بيغني. هم اللي بيغنوا. ما هو راح فين؟ انا شلته ولا ايه؟ والله هو طار بعيد. استنى كده، هو اكيد راح نط في حته طار بعيد، صح؟ وفين الراجل ده؟ ماشي ما علينا يعني، هو مستخبي في حته. ما خلاص يا اللي عمال بتغني انت. ولا انا شباب جاري تجهيز اكبر جيش عشان هيواجه الراجل اللي ابو سماعات دوت، بس من مين بقى؟ من جيش رأس التلفاز المتلفز ورجالته ورجال الكاميرات والكلام من دوت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال بقى يا حبيبي يا اللي مفيش حد قادر عليك. بص بقى يا معلم، اول حاجه، اول حاجه ام التلفاز، عشان ديت يا شباب من الاخر كده بتجيب من الاخر. ام التلفاز ومين تاني؟ رجل البروجيكتور طبعا عارفينه، طبعا عارفين قوته. رجل التلفاز العادي، ورجل التلفاز القوي جدا المعدل، ورجل التلفاز القوي جدا المعدل اللي بينور، والست ام التلفاز ام اربع تلفزيونات، والراجل ابو التلافيز في دماغه بتلف دوت. ونجيب لهم بقى مين؟ حاجات كام واحد عملاق تاني كده مثلا زي رجل المطرقه دوت الجديد القوي. اوبا لا، ايه الفرقه دي؟ دي فرقه لا هيموت، انا متاكد ان هيموت. مين ده؟ مين الراجل ابو بدل ده؟ شكله قوي ده يا شباب، ده شكله قوي جدا ده يا شباب. معرفش قوته ايه ده، انا نسيه ده، نسيه ده خالص. بس ماشي، هنجيب معاه مين بقى؟ الراجل ده لا بلاش، الراجل ده فين؟ لا كان في حد عملاق. ايوه رجل بتاع العملاق دوت اللي شايل صداده، يعني جيش من القاده العمالقه هيواجهوا حنتيرة اللي مش حدش قادر عليه دوت. يلا شباب نعمل لايك يا شباب ونجهز للمعركه ديت، عشان خاطر عبد ماندو بيزعل لما ما بتعملش لايك. والله بيزعل الكلام. 3 2 1
انا اول واحد اتجاب، انا اول واحد اتجاب. مات يا ابو عاش. ستوب، واقف لعب، واقف لعب. جابوه ده هرب، ده ولا ايه؟ ده هرب. جابوه محدش فيهم مات. جابوك في شوال، يا نوب يا نوب يا نوب. طب يلا يا حبيبي، يلا تمام من هنا يا حبيبي. يلا هات لك اتنين بقى، يلا عشان هو خسر، بس علشان ما يزعلش. بس اقول لكم على حاجه، هجيبه هو وصاحبه، يلا رجاله جاهزين يا رجاله، الفرقه ديت فرقه صعقه. ها ليتس جو، ليتس جو. لا 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 بيجي. دخلوا عليهم اهو، ثبتوهم وبيضربوهم وشغالين ضدهم بالمسدسات. واحد وقع، الثاني وقع، الثالث وقع، الرابع وقع، الخامس وقع، كله مات، كله مات. انت يا ابني انت ما بتحاربش ليه يا ابني؟ الحرب ايه يا ابني؟ اي هات اللي بعيد ده بس كده. خد يا ابني انت هنا، تعالى يا ابني حارب هنا، يا ابني حاربهم هنا يا ابني. انت يا ابني انا كل ما انزل هتموتني. ولا معاه ليزر، مين اللي كسب؟ هو اللي كسب، موتهم كلهم. بص جبت مساعده، كله مات. حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. طيب يا شباب، جه وقت ملك عم رمضان عشان خاطر الناس دي كده طولت معايا قوي. يلا بينا يا شباب، بس كده نجهز يا شباب معركه عم رمضان المرضان. في صوت نار هنا، ابعد يا عم عن هنا يا عم. تعالى بقى يا شباب، ايه نشوف فين الملك دوت؟ كان هنا اهوت. ثانيه واحده. هات الملك، اهو الملك. فين الملك؟ الو. ولا يا شباب معانا اتنين من الراجل الخارق اللي هو الراجل السماعات المعدل، ومعانا راجل الشكوش المعدل اللي هو قوي زيه بس هو اقل منه شويه. ضد مين؟ ضد الملك. هلو مستر عم رمضان. تنننن. تعال يا شباب نشوف يا شباب كده قوته يا شباب ضدهم. يا شباب يا ترى مين هيكسب؟ بس يكون تحددوا في الكومنتات، ولكن خلوا بالكم ان كل مره ملك عم رمضان اللي بيكسب، يمكن يخسر المعركه دي، عشان هو بيواجه فرقه تقدر تكسب. كل جيش اشتبه يضم متحد مع كل جيش الحمامات، متحد مع كل جيش رأس التلفاز والكاميرات والسماعات، كلهم متحدين. الفرقة اللي قدامكم دي تقدر تكسبها، ولكن ملك عم رمضان لوحده بدون اي مساعدة وبدون اي تدخل، هتشوف هيعمل معهم ايه. ماشي، اعمل لايك، شد المايك، وليتس جو بيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. بوم 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 بوم. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. مين كسب؟ طبعا في، انا شايفهم بيقعوا، يا شباب انا شايفهم بيقعوا هناك. مين كسب؟ بص عم رمضان، بص مسك فيه شعاع، مسك فيه من الراجل ده، يعني جت عند اخر واحد وعطل. بص هو سايبه، بص الملك سايبه، قال له اضرب فيا لحد ما تزهق. هو هيتعب من الضرب في الملك، هو هيتعب. بصوا اوه عمال يطلع. فين الملك؟ الملك طار، الملك اتعصب، جابوا اكلوا الاخير، اكل الاخير، يعني هو موت دول واكل الاخير. اوف يا عم، اوف يا عم. بص يا شباب بيموتوا بالسلو موشن ازاي. الله ينور يا ملك، الله ينور يا معلم. صباح الفل عليك، احلى مسا عليك. ليتس جو بيبي. انا بقول لك ايه، ليتس جو، انا اروح اسمع قصص الست ام التلفاز واخوكم معايا. ليتس جو. ومعانا يا شباب كده في بدايه الحلقه الست ام التلفاز الممرضه، دخلت على المريض وقالت له يلا بينا عندنا مهمه، وماسكه في ايديها الحقنه. يا ترى الحقنه ديت؟ طب بعدها دخلت الشباب الحضانه بتاعت الاطفال الرضع اللي هم بتوع ام التلفاز وابو التلفاز. ده الجعان ده دخل ابو فيه بلعه، اكل الدك الرومي وشرب كل الكنزات. وهنا شباب ايه ده، العصابه اقتحمت المستشفى. اهرب يا عبد مندو، اجري يا عبد مندو. ايه ده، دخلوا الجيم نادوا الرجاله. الله رجاله عندنا مهمه، في احتلال للمستشفى. اجري عبدو، اجري. ده عبدو مين بقى؟ مش عبدو بقى دوت، ده مين دوت؟ ده ايه ده؟ دوت مش ممكن، ده ايه الكلام دوت؟ ايه علقت ولا ايه؟ لا شباب ايه ده، في طفل صغنن جوه فينا، جيش اشتبي ضمات مع حبسانهم. طب نصلحهم ولا ايه؟ تعال هات الطفل ده نهددهم بيه عشان نهرب. تعالى يلا، شد عليه المسدس، اطلع قدامي.
اطلع ياض قدامي، ياض اطلع اطلع قدامي علشان خاطر انا هددهم بيك، لو قربتوا مني هقتله، لو قربتوا مني هقتله، او خدوه وامشوا، خدوه وامشوا وسيبونا. يلا يلا عدي يلا من النار ديت، يلا اوعى تموت اوعى تموت، نط نط نط. ايوه كده شطور شطور، طفل جربان. احلى حاجه فيك ان انت امشي يلا قدامي، يلا امشي يلا عنكبوت، يلا اديلك، خد ياه اديله اديله ادي العنكبوت ده على دماغه. ايوه كده خش قدامه، ايوه كده اديله 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 اديله. يعني كنت هتموت الطفل، كنت هتموت الطفل مش كده؟ امال ده بيضحك على ايه ده؟ تعالى يلا خد يو خد يو خد يو خد دي كمان وخد دي كمان، اديله اديله اضربه اضربه دغدغه، انا عايزك تفنشه، اديله فينش اديله فينش اديله فينش، فنشه بقى فنشه بقى، اديله اديله. ايوه كهرب له رجله دي، شل خلاص، رفع ايديه استسلم، ارحمني ارحمني، حطه في النار يتشوي. ايوه بيتشوي كده خلاص يا شباب، اتشوي اتشوي يا حبيبي، اتشوي اتشوي اتشوي. نزلنا تحت نزلنا تحت، فتحنا الغرفه المظلمه، فتح خش يا باشا اتفضل، انت الاول، انت لازم نهربك من هنا، ده انت ما تعرفش انت تمنك كام في السوق ولا ايه دلوقتي؟ انت شفت حمام بدماغ طفل قبل كده؟ اهو عبده منضو جاب لك حمام بدماغ طفل بعد كده. يلا ده دخل في الصرف الصحي ما انبسط، هو حمام فبيحب اي حاجه فيها صرف صحي. المهم يا شباب انت فتحوا البوابه ديت، لقوا الست ام التلفاز جهزت ولبست لبس المعركه، وبتقول له وحشتني يا حبيبي، وبتقول له يلا بينا عشان خاطر احنا عندنا مهمه، وبعتت له بوسه على الهوا طبعا عشان هو ابنها وكده، ده رجل التلفاز اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي شباب، ده عشان تبقوا عارفين برضو. المهم يا شباب اي هري في البتنجان، والست ام التلفاز جريت، وابو التلفاز بيجري وراها، في الشيخ حمام قاعد بره، ومعاه جوز عساكر حمامات، ومعانا هنا الطفل الحمام دخل ضرب العساكر الحمامات، وفي هنا مدفع جه، ومش فاهم حاجه، حد فاهم حاجه؟ لو انتوا فاهمين حاجه فهموني، انا مش فاهم. اوه شبت الطفل عنده ضربه قاضيه، ودول معاهم قناصات بيهددوه بالسلاح، خد يلا خد ياه اديله 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 اديله، يلا بقى يلا بقى اديله بقى، اضربه في ايه؟ مش كده؟ حول الله يا رب، انا يا جدعان صدعت يا جدعان، والله يا جدعان انا مش فاهم في ايه، ايه جو الحراميه دوت؟ ما في العربيه، خدها وامشي بقى، خدها وامشي، اجري يا عم اجري يا عم، روح روح يا عم. ايه ده انت رايح المدينه؟ طب كويس، مع ام التلفاز، هربوا مع بعضيهم. ايه ده ايه المكان ده؟ دخل اكل الاطفال، حول الله يا رب، وضرب الاطفال وضرب الاطفال ضرب الاطفال وضرب العواجيز وضرب المسنين، ودخل على دار ايتام ده ولا ايه يا عم، وضرب الناس، ضرب اشتبي ضمات كلهم، واكل ماكدونالدز واكل بيتزا واكل فراخ وشرب كنز. انت في ايه يا عم؟ انت كنت محروم في السجن ولا ايه يا عم؟ انت كنت حارمين يا جدعان؟ ده في المستشفى، في بيت اكتر، في اكل اكتر من كل البيوت اللي عندنا في المنطقه، ايه يا عم ده؟ ايه وكمان دخل على الطفل، هخلصه على الطفل، ده انتوا عصابه بقى، ده انتوا عصابه بقى، ده انتوا هتجننوني، ده انتوا هتجننوني. بقول لكم يا شباب وبكده الشباب خلص حلقه النهارده، رب يكون بسطكم واسعدكم، اهم حاجه تكون عجبتكم معركه عم ملك عم رمضانات، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.